الناس. إذا على بركة الله، تحية الإسلام اللي هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هو البنات اليوم ما كنهضرش على طبيعة الحال، المواضيع ديالنا كلها مواضيع على فئة معينة، عينة معينة في المجتمع. احنا ما كنهضرش على الناس كاملين، باش ما يمكنش غادي نعموا على المجتمع كامل ولا غنهضروا على البنات كاملين، لا، لأن البنات كينقسموا الأقسام اللي هاد الأقسام هادو من بينهم هاد القسم اللي غادي نهضر عليهم هي واحد الفئة يعني شاسعة، يعني عندنا شائعة في المجتمع، وهو البنات اليوم اللي ما باغيين لا يقراو ولا يخدموا وباغيين الراجل بالفلوس والطونوبيل والدار. والمشكل هو أنها كتجبر هاد الراجل بالطونوبيل والدار، ملي كتدخل للدار خصها الخدامة. مصيبة مع هاد، ربي يخليكم. إذا على بركة الله، مساء الورد السعدية رامي، مساء الخير، مساء الوردة غزالة. إذا خلوني بعدا باش نشوف شكاين. إذا قلنا هاد الفئة اللي بغينا نهضروا عليها اليوم بالضبط، وهي البنات اللي ما بغيين لا يقراو لا يتعلموا صنعة، وباغيين الراجل وباغيين الدار وباغيين الطونوبيل وباغيين الفلوس، يعني باغيين كل شيء وما يعملوا حتى حاجة. دا صولا كانوا باغيين غير الدار والطونوبيل، دابا الدار ها هي، الطونوبيل ها هو، الراجل كيكون خدم عليهم وجد داكشي باش يجيب بنت الناس كما كنقولوا حنا في اللهجه المغربيه ديالنا في البلاد، باش يجيب واحد البنت باش يجلس هو وهو ويكمل الحياه ديالو معاها. هو ما يجيب المصيبه بالكارثه، ما يجي للدار، ما يجيب السيده اللي خصها شعر البلاستيك، ما يجيب السيده اللي خصها شبرين البلاستيك، ما يجيب السيده اللي خصها البانيني في الصباح وخصها الريستورانت في العشيه، ما يجيب السيده اللي عندها البورطاب خصها البورطاب الايفون ايفون في يدها، ما يجيب السيده اللي عندها السناب شات كتقابل غا السيلفيات والسناب شات ملي كيصبح الصباح، ما يجيب السيده اللي كتزول الشعر ديالها وكطيحو في الدوشه وكتخليه تما مسيب كتسنى ما نعرف كان الراجل غيجي يجمعو. عجبني تنتيناج، اسمع كينزا ماشي شغلك كينزا، غادي نخليك تستافد ما غنبلوكيكش، لان انا عارفك انت مع هاد الطائفه هذه، وهاد الطائفه خاصها خاصها تسوع واحد الشوش، لان نتوما خرجتوا نتوما صافي، نتوما كارثه في المجتمع بعدا اصلا، ماشي هزكم الماء، هو هزكم اصلا، هزكم في الاخر كتكملوا هاد الدول، ديك الدول تقوم قيم ولا فكتحشى ما نعرف نتوما، لان باقي مساكن ناعسين ومضوخين. باقي ناعسين ومضوخين، النعاس والضوخه مصيبه كيكون فيها. اذا قلنا البنت باغيه تزوج، باغيه الراجل، ما كاينه خدمه، ما كاين صنعه، خصها الدار والطونوبيل وخصها الفلوس. اسمع قال لي واحد ماشي عيب، وانت انا وحده منهم مشيت لاوروبا انا خدامه بعراقي وكتافي، حنا ما كنستنى لا راجل ولا مرا يعطيني. انت غير جلس واستفد دابا، الله يرضى عليكم. غا دابا انا صوفيا فرانسيسكا ما تبلوكيهمش الله يخليك، خليهم باش غيديو بعض النقاط اللي غادي يجبروهم في الحياه ديالهم، لان ربما هما دابا في البدايه عندهم عند بالهم صافي هذه هي الحياه، غادي يجبروا داك الراجل وهما غادي يعيشوا كما هادو مساكن غير مدوخين. انا كنقول لهم هادو مدوخين وما يمشي ينوضوا، ماشي يجبروش حتى اللي ماشي يعتقهم، حتى الباستيات ضد الدوخه ما غيجبروش باش يشريوهم من فارماسيا، لي كومبريم يعني ضد الدوخه من فارماسيا ما غيجبروش شكون غيشريها لهم. للاسف للاسف زوجات فشلات. حنا دابا بدينا هذا الشعر ديال البلاستيك، باش نعيط لنا هيدا خصك تفهم وخصك تسمع، اسمعني يا بنتي، هذا الشعر ديال البلاستيك كيجي هاد السيد كيخرج معاها مع مهم كتزوق له في داك الشفرين وتزوق له في داك الالوان وكتضرب له في داك السيلفيات. الولاد اليوم ضايخين عاود واحد الشويش كيقول هادي الجمال وهادي هذا وهادي غادي تعمل لي كذا وتعمل لي كذا، هي غادي تعمل لك كذا وبلات صافي. كيجي يخطب السيد، مع دخلت الخطبه كيبقى واغل، كيبقى واغل، لان كطلب له داكشي عرفتي الطريطور شحال والبصار فاين وهذا فاين وتكشيطه مع النهايين وهادي ما هي ما مجدوش حتى بسيطه. ومنين تشوف الدار ديالها هي عايشه في براكه. براكه ولا اللاجور باقي حمار، ماشي حتى مقبص اللاجور في الدار دباباها، اجي العيله واش عندك الوجه ولا ما كتحشم؟ اه هما هادوك كيكون كيخرج منهم السقط العجب، هذا كيخرج منهم هادوك. اه الدار دباباها سمعوني اش كنقول لكم، الدار دباباها باقي باللاجور حمار ماشي مقبص،
وهي خصها التريطور وخصها 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 باش كشط الراجل. وعلى هذا حسب ديك الدويره اللي عنده شراها باش يرتاح فيها العطيمات ديالو خصو يبيعها باش يعمل هاد المصيبه مع كنتينا. ها ويا الدار دباباك بقى باللاجور حمار. اه اللاجور كيطلع بالحمار قسما بالله، اللاجور باقي التشيني كيطلع على الناس. وانتينا خصك هادشي كامل كطلبو. واللي تشوفك ماشي في الزنقه بعد يقول له عقلو انتينا وفيتو الوزراء انتوما. والله ما تقول غاشي مينيسترا ولا تقول مصيبه الكحله. ومن الحرمين درت واحد اخرى مسكينه السلام عليكم ما عندك ما تزيد معاها جمله مفيده ما تركبهاش. اسمع خلقت الموضوع مستهلك ويلا من المستهلك كولو الا جاك قابل للاستهلاك كولو حبيبه. نتوما كتفكروا قابل الاكل عليها كتهضروا بالاستهلاك لان نتوما امه الاستهلاك نتوما سون دي كونسوماتور. نتوما ما كاينش شي حاجه اخرى تعطيو شي فكر جديد ولا شي حاجه جديده ولا تعرفوا تبنيو في المجتمع وتبنيو هذا الشباب وتبنيو هذه الامه. نتوما كتهضروا غير بالاستهلاك وداك الشيء لان غير كتعلفوا غير عليف كاين غير عليف وزيد مع الطريق. كاين شي حاجه عندكم شي فكر جديد اللي غنستافدوا منه ونزيدوا؟ ما كاينش. ومن هادو شحال كاينين كيدورو شحال هاد الشعار ديال البلاستيك كيدورو كينقزو خرجوا على بيوت الناس وخرجوا على كل شيء وسخط الله والمشاكل والصداع ديالو. شحال كاين وحده جوج ثلاثه اربعه حديت بدون حرج وما كاينش اللي يهضر معاهم والدهم ما يهضر معاهم خواتهم ما يهضر معاهم ما كاين لا اللي ينهيهم ما كاين اللي يقول لهم نعلو الشيطان رجعوا للطريق والو ما كاين غير الهيطه. المهم صوفيا كتقولي غادي تبدا فرانسيسكا كتقولي غادي تبدا تبلوكي بعد الباسلين اذا باغيه الجيم هي بدات كتبلوكي يلاه طايح عملوا جيم من هاد من هاد الجهه هادي نهي تشتيني مع لبنى بوصف. نعم والام تبارك الله اللي هي الام ملي كيجي داك الراجل يخطب وصافي غادي يبداو يعملوا العرس الام تبع بنتها الام تبع بنتها حتى هي كيكشطوا في الراجل وجيب ما تجيب جيب 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 ما تجيب. وهذا خصو يكون عنده شركه شركه البترول خصو يكون عنده هذا. حنا ما عندناش البترول هذيك لطيفه جلس قال لك لا تعممي دخلتي في الاول الصفحه في الاول ديال الموضوع حنا هضرنا في الاول بداو تحضروا من الاول وما تبقاوش تقطعوا عباد الله هنا جلس ولا البابا لطيفه الله يرضى عليك تبع فرانسيسكا الا بقات كتبسر خرجها برا. اذا البلوك خدام بزاف لان كاين السب وخصنا نخرجوا هذوك اللي كيسبوا الباسلين. دابا هاد لطيفه بوبار غنخرج من الجنه والله وجهك ما كيحشمش كتعمل هنايا بعدا اصلا صافي عملت لك البلوك سير فحالك جريت عليك. هي ماشي جنه ولكن اش كتعمل ملي ماشي جنه شنو باقا كتعمل بنادم كيتهان. انا بعد ما نكذبش عليكم ما يعجبنيش اللي يهني انا واحد الانسانه ما عجبتنيش ما ندخلش عندها ما نطلش عليها كاع اصلا. كاين صفحات اخرى وكاين حاجه اخرى سير الله يعاونك ما تكتبش في صفحتي انا هنايا بوبار تنايا الببوشه الاخرى يلاه باب زنقه عملت لك حنان الروداني هي اللي عملت لك البلوك ماشي شي احد اخر. يعني لا تتهمي ان صوفيا ولا فرانسيسكا انا هي اللي عملت لك البلوك. هو الى عماك الله تكون عندي الواتساب ونوريك ديك الساعه عاود صافي سير دينعس الله يرضى عليك.
اذا نزيد نكمل على الموضوع لان الموضوع طويل وهادو ماشي بقاو يمثلوا علينا. اذا قلنا هاد البنات هادهم حتى والديهم يعني كيكونوا غير يعني ما كينتجوش ولادهم وما كيهضروا لهمش على المعقول. يعني حنا هاد المجتمع هاد الفئه هادي اللي كنشوفوها كيركزوا على المظاهر كيركزوا على المظاهر وكيهرسوا تجيب واحد اخر. لان حنا هاد الراجل كيكون عنده واحد المستوى مادي يعني في صفه الناس وقابل على انه قادر على الزواج يعني بالامكان يدي واحد البنت اللي هي شاطره باش تكمل معاه مسيره الحياه ديالو. شحال من واحد كانت عنده الدار وعنده الطونوبيل وجامع وجا بحال هاد الشعر ديال البلاستيك خلاوها على الدص. دابا كيسعى هي كتسعى وهو كيسعى. محمد قالت لك حنان حسن الاختيار قالت لك حنان حسن الاختيار شحال ديال البلاستيك راه ما غادوملكش شحال البلاستيك راه خصك ليلا الزبابل ديال الفلوس حنتي موراها وكان ما غادي توقفش راس صحاوي كراس عمر على الراس العمر كيعمل شعر بلاستيك. واش البنت عباد الله اللي غادي تجي تقابل الدار وتبدا عاد باش تبدا تبني في واحد المؤسسه اللي هو البيت الزوجيه والضفرين ملصقين متلتين حتى لهنا بحال السير هذه اللي داخله هذه واش ما جات زوج ولا ما جا بيت الدعاره. نهضر معاك انا بالعربيه هكذا فين ماشي واش هذا زواج ولا ما جا بيت الدعاره. يعني هذا الحماقه هذا الهبل هذا انت باش غتجمع هذا القشوع وباش غادي تعمل هذا الكامد عدل البيت النعاس ديالك باش من داك الضفرين. اذا انت على هذا الحساب الناموسيه ديالك ما غتعدل لا صبانات لا والو لان غيتهرسوا. كيفاش غتحشي صبانه انت وتعدل هذا الشيء ولا تكون خدامه في الاداره كيفاش غتكتب انت ما صالحه والو انت. دابا حنا ماشي نقابلوك انت مع الضفرين خصنا كل سيمانه نمشيو نعمروهم باش نعمرو حنا الضفرين ديالك صافي نقابلو الضفرين ديالك. والمشكله الكبيره هي هاد النوع هذا كيتزوج وباقي لا 5 و6 الرجال في التليفون كانوا عندها في الريسيرفا اييه جوج في انستغرام واحد في الواتساب وثلاثه في الفيسبوك وواحد في التيك توك وهي كطلل وهي هذا حاشيه من تحت يدها هاد الشعر ديال البلاستيك كطلل على اخرين باش ملي تزعزع هذا كدركلو وتشبر في اخرين تجيبهم. عندهم الريسبوست عندهم الاحتياط الكراج الاحتياط عندهم منزل فيه. دابا الرجال رجعوا كيعملوا في حال كره القدم جيب هذا ودي هذا جيب هذا ودي هذا الله يسر البق البق. انا بعدا شفت وريت ولكن بحال هاد النوع عدد هاد البنات هادو اللي كنهضر عليهم انا ما كنعممش على كلشي ما هكي لا في اوروبا ولا هادو متجلق هادو الله يسر. اي كضرب الصداق سمعوني كضرب الصداق كتخرج من عندي عادل وهذاك العدد دابا انتينا الضفرين ديالها عيداك وداك الحاله وكتشوف السيده كطقطق عليك تتشكلين مع مهمه ولا كتبت باش كضرب لها ديك الصداقه هذيك تقول لها لا نخرج مع الباب خرج كضحكوا انتوما بالقران والفاتحه وهذا هذيك ما هي الفاتحه ما هي المعوذتين هذيك الله يحسن العون ما هذيك ما تقوزناش حتى نهار. سيده حيزه كنقول لكم 5 عندها منزلين انستغرام فيه الريسيرفا الفيسبوك فيه الريسيرفا والواتساب فيه الريسيرفا والتيك توك فيه الريسيرفا باش ولاد زعزع هذا وما كملش معاها المواعيد ديال الفلوس والمسائل وشحال البلاستيك وداكشي كدور لجهه اخرى. شحال من الاولاد خرجوا عليهم شحال من الاولاد كانوا خدامين وماشيين هما هادوك وجمعوا شراو دويره وبداو الطونوبيره ديالهم داكشي على قد الحل وماشيين وهذا ايوا كيتغرم لك فيها كيتشوف حتى هو كيدوخ كيتشوف الشعر ديال البلاستيك اجا العينتين يما كانت بالشعر ديال البلاستيك تنتين انتم كتبعوا المصائب الكحله حتى كتجيبوها في راسكم. في الاخر حنان ضحكت علينا وكانت عندنا الدار وبعناها عبرت عليك داكشي اللي جبرت عندك ملي ما بعتكش كامل في السوق وانت وتبيعك كتبقي الزمن ديال العبوديه كاعاد الشعر ديال البلاستيك كتبقي الزمن ديال العبوديه ضربت لك يدك مع رجلك وتخرجت للسوق تبيعك. هي ما خصها الفلوس ما على بالها بك انت ولا وتجيب فيك الفلوس يعطوها غا اللي عطاها تقول لهم جروه شو بغاتك انت تعمل بك هي على هي على سوقها فيك. هي ما سوقاش فيك هي صافي المخ ديالها خاوي خصها الفلوس ملي كيصبح الصباح سيدي خصها تمشي تعمل السبا الناس خصهم السبا وخصهم الضفرين وخصهم الشعر ديال البلاستيك وكلشي اصطناعي وهادشي كيتشرى بالفلوس ومنا غنجيبو حنا لهاد الناس هاد البنات هادو منا هاد الازواج هادو منا غيجيبو لنا هادشي هذا منا غيجيبو هاد الشباب ديال اليوم منا غيجيبو هاد المصاريف الباهظة الثمن من هاد البنات هادو والامهات كتشوف وساكتين ما توعيوش بناتكم بان راه الحياة
الدوام هذا والحياه الزوجيه ملي كيبداها الانسان خصو يبدا بالزيرو، وراه داكشي راه ما دايمش الا بغاو يضحكوا ويلعبوا في البنوتيه ديالهم هذيك حاجه، ولكن ملي كيجي الزواج راه كاينه مسؤوليه اخرى خصكم تقولوا لهم الحقائق كامهات. دابا نتوما كتخليهم حتى كيوصلوا البيت الزوجيه ديالهم وكيجبروا يدهم على الخوا، شحال البلاصه كتقدم تصفى راسها، بدا طحن الراجل دهرس له في القشاع كتعمل له داك الشغل سكيزوفرين ديالها. ايوا هاد السيد هذا كيفاش غيعمل هاد الشيء هذا؟ فيما كانت شي حمقه كتلصقوها لولاد الناس، فيما كانت شي حمقه بويا عمر شدوها لكم وطلقتوا الحماق ديالكم داو تلصقوهم لعباد الله، ولا ربيو بلاتكم ربيو بناتكم ربيهم على الحق وعلى الصراحه، وخليكم هذه الثقافه، هذه الثقافه دوال، وهذه الثقافه ما عندها حتى شي نهايه ديالها زيرو في زيرو. ها هما شحال ديال الرجال قسما بالله، ها هما عندي في الواتساب انا مطلقين عندهم 30 و32، اقسم بعظمه الخالق شباب عندهم 30 مطلقين. واش الله بدا كيقول لي انا اختي حنان طلقت، كنقول له شنو شحال عندك؟ كيقول لي 32. واش 32 شاب 32 طلق؟ شحال مزوج؟ 4 سنين. شحال مزوج؟ 3 سنين. شحال مزوج؟ نص عام. شحال مزوج؟ 6 اشهر. او اش هذا بلاصتك خرجوا عليهم. يلا ومن هذه الفئه هذه خصكم تعرفوا واحد الحاجه، كاينه بعدا اللي كتكون خصها تخرج للشارع، تخرج تبيع راسها. نهضر معكم انا بالعربيه، كتقول بلاتي بلاتي بلاتي، حنا المجتمع ديالنا واعر وما كيرحمش. اذا كوم وما كيرحمش غادي نعمل هاد الجامبو هذا نقوز به من عند العدول باش يقولوا الناس بانني تزوجت، وفي الاخر يقولوا انا مطلقه. دابا اللي بغات تمسحها في شي تهمه تجي تمسحها في المطلقه، والمطلقه شريفه عفيفه، المطلقه الحره، المطلقه بنت الحره هي اللي طلقت لظروف معينه وظروف قاسيه، اما لظروف العنف الاسري او لا لعدم تفاهم، ماشي طلقت نشعر على حساب الماده وعلى حساب السعار وعلى حساب انها خاصها تخرج للشوارع. خاصها تصحح الفكره للناس، لان بعض الناس كيقولوا معقلهم بعض النساء خصهم يطلقوا لان باغيين الشوارع، لان هذا القوم هذا هذا الجيل هذا اللي جا وراه غماشين غماشين الله يستر غماشين. المهم اذا كاين البلوك نعم. اذا باش الفكره تصحح بان المطلقه اللي هي حره كتطلق لاسباب كتكون قاسيه ماشي كتجي وكتطلق، لان كاين هاد الفئه هادي اللي هما كيقوموا باش يتزوجوا خصها تجيب اي واحد كتلصق فيه باش تجوز من عند هذا باش تقول بانها تزوجت وفي الاخر تقول مطلقه وفي الاخر دعدي تزيد. فانتم اللي على بالكم وعلى بالكم انا نبرقم وانتم تفهموا. وفي الاخر كيبداو يشكيو ويبكيو. وحده كتقول لي صفر الله هضري اختي على رجال شويوش. الاخت الكريمه هاد المواضيع هادو حنا ما كنجيوش نناقشو بالضبط شكون اللي عنده واللي ما عندوش، حنا هذا موضوع على هاد المشاكل اللي قايمه اليوم بالضبط على هاد البنات، حنا كنهضروا على هاد الفئه المعينه، هاد الفئه المعينه ديال البنات في المجتمع. انا ما جيتش اليوم نهضر على الرجال، الرجال كنعطيو المواضيع ديالهم حتى هما كنقولوا لهم شنو كاين. حنا هنا ما كنجيوش باش ندافعوا على فئه اولا، لان حنا كنناقشوا الموضوع وكنناقشوا الظواهر اللي كاينه في المجتمع، وان النتائج اللي كاينه هي نتائج وقيمه على المجتمع كامل وكنضروا كاملين في الاخر. واللي عاد دخل جديد باقي ما فهمش بالاحسن يتصنت، ومنين تصنت وتكمل الموضوع الا عندك شي حاجه ما تضيف فنعطيك المداخله باش تطلع وتشارك معنا بطريقه عقلانيه، ماشي لا هضر على الراجل لا هضر على المراه الهضره الخاويه. حنا هنا ماشي كنسيبوا البطاطا هنا في السوق، كنبيعوا البطاطا في السوق.
حنا كنهضروا على ظاهره اللي هي في الحقيقه ظاهره، اللي هاد البنات هادو ضحيه. بالعكس، لو كنت تستوعب وتعرف بان البنت الا خسرت الشبابيه ديالها وما عرفتش كيفاش تنظم الحياه ديالها في المستقبل فهي ضيعه. يعني هذا في الصالح ديالك كامراه انك خصك تعرف هذا الموضوع. انت شكون داكشي راجل؟ انت هي اللي كتولد الراجل، انت هي اللي كتربي الراجل. علاش بقى عندكم هذه المونطاليتي هذه باقين لاصقين؟ لا حنا نهضروا على المراه، لا نهضروا على الراجل. هذا الراجل شكون كيربيه؟ شكون رباه؟ كتربيه انت امراه. اذا الا كنت انت صالحه علم بان الراجل غيكون صالح. الراجل ما كيربيش الراجل، الراجل كتربيه امراه. اذا هاد الامراه نشوف شنو عطات من هنا. كيجي خصنا هاد البنات هادو خصهم يتوعاو باش يربيو واحد الجيل اللي هو نقي. ملي هي عندها 24 25 تالفه، شنو كتنتظروا باش تطلع عندي انت تقول لي هضر على الراجل؟ واش عندك شي راس؟ انت غفكر غير سمع وغير فهم، فتحوا العقول ديالكم وحشوش وفهموا. ماشي مساله شكون من اللي مشكون كراجل ولا امراه، مساله وهو ان هاد المراه منها كتولد هاد الطفل هذا كيبقى في الحضن ديال الام ديالو، هي اللي كتربيه، هي اللي كتعطيه لاباس ديال التربيه، هي اللي كتنشئو كدرعرعو في التربيه، ماشي الاب ديالو. كاينه ولا ما كايناش؟ واذا حنا الا جبنا هاد الشعر بلاستيك كما كنعاود عاود ناكد عليها، هاد الضفرين ديال النسر ها، وهاد الشفرين ديال بلاستيك، وغادي دولتنا ايوا كيفاش؟ طلع عندي انت تقول لي واهضر على الرجال. كيفاش هضر على الرجال؟ هنا خص تصحيح السلوك ديال المراه. الا المراه ما عرفتش وما وعاتش بانها خصها تصحح السلوك ديالها في التربيه فغنساو، ماشي كل راجل لا والو. هاد الرجال اللي كدوروا عليهم نتوما وتجريو من موراهم تجريو الكعبه ما بقاوش صافي، ماشي نقرضوا دابا، ماشي بقى باش تشوفوا غير الصراو اللي يقول لكم عقب الراجل منين تهضروا معاه ما عنده والو، ما كاين والو. الله يشرف الله يجعل البركه. سوريا الخراس البات زنقه، سير دنعس بنتي، سير سوريا سير، الله يسبحك على خير سير. الباب عندي مفتوحه خليتها ما شديتهاش، وخرج ما تزاق في قشر البنان عندي، طلع على قشر عندي شحال مع الباب. خرج يا بنتي خرج سير دنعس. المرأة مدرسة إذا عددتها أعددتها شعوبا قيمة. أنت الله يا زلال المتحفين وبقاو طلوا لي على الراجل. دابا أنتم خصكم الفلوس وخصكم الطونوبيل وخصكم الدار وخصكم الراجل يجيب الفلوس وخصكم الراجل نهضروا عليه وخصكم هذا الراجل وقتلوه. باقيين جد الرجال في المجتمع قتلوهم وبقاو تشوفوا بعضكم. وي العجب هذا. ونطلقوا حنا الشعار ديال بلاصتك هنا كينقصنا هنا بحال برغوت. الا ما هضرناش عليهم علم غنهضروا هاد الشعر في البلاستيك اللي هما مصيبه تلقي الحاله في المجتمع. واش عباد الله، واش عباد الله سمعوني دابا وفتحوا معايا ودنكم. هادي دابا اللي طالعه عندي كتقول لي حنا نهضر على الرجال، واش طالعه امراه اليوم كتقول لك انا جبت هذا غنتزوج به؟ واخا ما كاين حتى مشكل، الزواج خلاه الله شرع الله، مرحبا من حقك. واخ غدا لا هذا لا لبس قدامه نتصور يبوس لي راسي يبوس لي يدي ويحاديني ويقرقش فيا و با نتوما داكشي شفتوه زيد راه عبد الخالق عاود نزلو ها واحد اخر عاود نزلو انا عندي ولادي ننزل طلعوا هنا نصوروا هذا هو الغزال ديالي وقول لي وهذا وهذا حالتي مع الرياو والاعضاء ديالي كامله برا واخا زيد سرسبو هذا لا عاود جيب واحد اخر واش هادشي هذا شنو هذا البساله هادي وشنو هذا الزمر هذا وشنو هادشي ما كاينش حتى عندك كوار ما عامش هادشي العيال هذا الحيل الخلقي بمعنى الكلمه هادشي الكوار قسما بالله هنا في اوروبا والدوريه تحشم من هاد الفضيحه هادي دوريه اللي ملحده عندها مبادئ والله الا لا عندها مبادئ واش عباد الله المراه كتجيب 10 درجات في السيمانه كتنزلهم حداها وتقولوا لي نتوما نهضروا على الرجال ولا ما بقينا لما معنا غادي نهضروا وبنادم كيهضر والناس كتشوفوا فاتحه دوك ما كتشوف الا مصيبه دابا هادي شمن رساله كتعطي للمجتمع شنو هاد الشيء هذا شنو هاد المصيبه شنو هاد الانحلال الخلقي بواحد بواحد الصوره اللي بنادم ما كيحشمش يلا والاخر يا ديكوراسيون ديكوراسيون ما ديكور الاخر يا انسان ما كيعرفش يقولها ولد ماشيين بالعواب 18 عام ها ب 25 ها ب 20 شنو هاد المصيبه هادي
واش كاينه ولا ما كايناش، اولا انا هادشي كنجيبو من راسي عاود قولوا لي. لا حنا انت كتكذب، هادشي جايبه من راسك. البنات خصهم يفهموا بان الموضه حنا مع الموضه ومع الفايشن، ما زول لنا حتى واحد، وانا جو سوي داكور افيك نمشيو مع العصر، نطلعوا علينا ونلبسوا علينا ونكونوا انيقين، يعني احسن حاجه نلبسوها ما كاين لا يعني ما، ولكن خصنا نبنيو. علاش غادي ندخلوا ونبداو نبنيو؟ ما نضيعوش الوقت في الخوا الخاوي، وبان خصنا نعرفوا بان من البنوتيه، من مرحله البنوتيه، من الدار ديال ما كون بابك لحاله الزواج، راه كاين واحد القطعه كبيره ديال الفرق اللي ما كتشرحلكش الام ديالك بنتي، اللي ما كتشرحلكش للاسف. انا اليوم جيت باش نقولها لك، جيت باش نهضر معاك ونقول لك بان الانتقال من البيت الابوين ديالك من البيت الزوجيه راه ما عنده حتى شي علاقه. شتي كنت نفشحها في الدار ديما كنت باباك وكنعمل شعر بلاستيك وما وا وا وا، الا ما غير ذلك كلشي زوين. هنا غتنتقل في واحد الانتقال، الا كنت في 10 غادي تهبط لخمسه، وخا الراجل يكون عنده الفلوس ما عندوش الفلوس ولا يكون اللي كان، هنا عندك واحد المسؤوليه. راه الناس بقى ما عرفاش بان ملي كترتبط بواحد الانسان راه واحد المسؤوليه، راه عارفينها كلعبه انها داخله تعمل هنا الشوبينغ وتخرج مع الباب. لا بنتي انت ما دخلتش تعمل الشوبينغ وتزيد مع الباب، انت داخله باش تبني الى ان يرث الله الارض ومن عليها، باش تكون واحد العائله واحد الاسره. انت لما دخلتش وغادي تخرج مع الباب، وتبعوا لي هادو ملي كيدخلوا هنا يعلق لكم، هادو بغا لكم غير الخساره، وراه الدنيا طايح اكثر من نايض، قسما بالله الا طايح اكثر من نايض. ونزيد لك بنتي انا واحد الحاجه، الراجل واخا يكون عنده الملايين، راه الراجل من طبعه كيعجبو يطلع ماشي كيعجبو يهبط. الراجل اللي هو راجل الطبع ديالو والغريزه ديالو، الا عنده هاد العام 10 كيعجبو العام اللي ماشي يكون عنده 12. ولكن الا كانوا انتينا عندك هاد الافكار هادي ديال الاستهلاك، انك كونسوموتور وصافي غير كتكونسومي بلا منفعه، هاد شعر بلاستيك ها 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 ولا بلا فايده، ما كتعمل حتى حاجه. ملي كيصبح الصباح وانتينا جالسه على الصوفا وجالسه مع الضفرين وجالسه مع المسائل ديالك وما كاين حتى حاجه، وهاد الراجل ديتي عنده 10 انت رجعتي في 6، العام اللي مورا غادي ترجعوا ثلاثه، ومن بعد غتصيفطوا للسيزي غتسيزيه. ايوا منين تسيزيه انت شكون غيرفدو؟ نبداو نعيطوا على الدوله. ايوا هادشي راه ما يمكنش، هادشي هادشي راه لا يعقل. يعني الناس خصها تفطن وخصها البنات خصهم يفهموا. منين نسيزيو حنا هاد الرجال هادو، نسيزيوهم نجمعو لهم طولهم الخضر باليابس وخليهم في الزيرو؟ ايوا لما نخليتيه دابا ملي كان مخمخ ديتيه انتين، دابا فين عملتي داك الفلوس؟ فين ما انتي شريتي بهم ذهب؟ بعدا نقولو نحتاجو داك الذهب الديوان عند الذهب نبيعو، كنتي مروعه واعيه وعاقله، ما انتي والو في الشراوط وفي الشعر البلاستيك وفي المكياج اللي هانتي لا وجهك رزتي خربتيه بالمكياج، فورمتك ماهي فورمدا، داك الفيليرس وداك الشفايف مطلعين في السما، البوتوكس الله الله يستر خرج الله يستر، كتخلع تقول ضربوك بالبونيتاس وطلعتي على شبكه، على الحلبه ديال شبكه ديال الملاكمه، حلبه ديال الملاكمه. ايوا شي حاله ما يعني انتينا كامله عوجه معوجه، الراجل رزيتي في نتاعو شي حاجه ما هي كاينه. دابا اش كاين؟ قال لك دابا خصنا الطلاق، ما بقاش الراجل كيجيب المصروف، وانت خليتيه يجيب المصروف، انت خليتي غير سيزيتيه في الاخر، كتقول له ماشي راجل. ملي كتكمل دابا كضرب معاه ثلاث سنين وكتقضي له على داك الشيء، كتقول له هو ماشي راجل، الراجل هو اللي خصو يجيب. ايوا دابا يمشي بيع الغبره باش تكون دابا سيزيتي، دابا بغيتي تصيفطو للحبس قسما بالله كيقولوها له، كتقول له ماشي راجل، اه باغي يمشي، اه يمشي يبيع الغبره ويبيع على داك الشيء ويجيب لها الفلوس، هي خصها غير تنعس وخصها تكمل على الشيء ديالها، هي عندها العالم ديالها خاص، بانيه هو برا ومشى للحبس. منين يمشي يدبر واحد اخر؟ اولا كيكون عندها، كتكون دابا صافي الامور تكفست معاها، خصني ندبر على راسي. ملي كطلق هذا كتصبح مع واحد اخر، يعني شنو بالكم؟ شنو عند بالكم؟ راه شحال من راجل تهلك في رزقه، تهلك في الحوينته، كانت عنده الحوينته كيدخل منا، وكان عنده هذا سيزون وداك الشيء كامل، خلاوها على القص وقالوا له من هنا كازو، كا واحد كا جوج كا ثلاثه حسبوهم انتم. هيدا زادوا في حالهم، مشيت شوف شكون هادي. تقول لك حنا كان لاباس علينا، الراجل كان لاباس عليه، ايوا كان لاباس عليه، فين مشاو داك الفلوس؟ كنقول لك كان كيقمر، كتقول لي لا، كان عنده شي فيس اخر، لا لا، حيتاش كنا كنصرفو كنخرجو ناكلو برا. ايوا انت اختي كتخرج تاكل برا وتتعشى برا وتفطر برا، وشعر بلاستيك وخصك هادي وخصك هادي وخصك لالا ومالي، وتقلق في السطالي، وكبغيتي هاد الراجل باش يزيد، ها انت ناسي زيتيه كزعما ما تسيزي، غير تجلسو مع بعضكم صافي العلاقه تهرست. شنو نقول لك ابنتي؟ هادي عمله في البال ديالك،
الحب كيخرج من الطاقه ملي كيدخل الجوع من الباب. سمعتيني الغزيوله ديالي واسمعني الفريكسه مولات 18 ومولات 20 و22 كنهضر مع هاد النوع هذا، ما كنهضرش مع الناس كامله. ملي كيدخل الجوع من الباب الحب اللي كيكون داخل في الدار كيخرج من الطاقه، كيعلق من الطاقه كيخرج، كيبقى لا حب ولا هم يحسنون، كيبقاو غير المشاكل والصداع والسيد كيدخل في اكتئاب. ايوا نتينا الا ماش دبر على شي واحد، الا باقي فيك ما يتشاف غدبر على شي واحد، الا عمرتي راسك بالبامبينوس راه داك البامبينوس ما يقبل عليك حد. صافي هادشي اللي كاين. والامهات خصهم يردوا بالهم مع بناتهم، خصهم ينصحوهم، خصهم يقولوا لهم بان البيت الزوجيه راه مسؤوليه، راه كطلب واحد المجهود، كطلب واحد التضحيه، كطلب كذا، كيطلب كذا، كيطلب الصبر، كيطلب ان الاحترام، كطلب ماشي نتوما غتركبوا سرسبوا، كركبوا سرسبوا ما غاولدوا، كركبوا سرسبوا ما كاين غا ولد وطلاق، ولد وطلاق، ولد وطلاق، ولد وطلاق، كنولدوهم كنبقاو وحدين فيهم في الاخر، خصكم غير ما تلصقوهم. قسما بالله كاين بعض النساء ولادهم ما غنهضرش على الناس كاملين، ولكن خصهم غير فين يلصقوا، غير على من يطيحوا. كاينه عندي حاله الاخت فولندا عندها جوج العزاره، واحد عنده 25 وواحد عنده 26. الاخت ديالها في البلاد بدون ذكر الاسم ديال المدينه، خطت قبل من كورونا هادشي في 2017، خطت ايوا جلسوا الماكله ضحك الهضره، قالت لي واختي انا بغيت نهضر معك. قالت لها شنو؟ قالت لها بغيت بلا ما نذكر الاسم عاود بنتي. قالت لها وهدا عليا، قالت لها انا ولادي قالت لها الصغير باقي كيقرا والكبير كيخرج مع وحده في هولندا. قالت لها على غديها له هولنديه؟ قالت لها ماشي هولندا، ماشي عامره قبل هولنديه. قالت لها وديها هولنديه، انت شغلك فيه؟ قالت لها كيخرج مع المغربيه ماشي الهولنديه. ها ايوا راه صغير. قالت لها انا نهضر معاه الا بغاها يديها. ويلي 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 قلق، ما بغاش ديك العيل ني هو كيجي كيف هاد الفوطه ديالو كيمشي للبلايص. الولد هابط يبحر، الولد هابط يبحر وماشي هبطوا يلصقوا يلصقوا فيهم. ايوا اجي تفرش. نيضت العداوة مع اختها، نيضت العداوة مع اختها، وكانت عندها واحد الدار ديالها كتمشي لها كتخبل لها وداكشي. قالت لها ما نخمل لك الهضر، ما باقيش نشوفك، وما باقيش. قطعت عليها الهضره وقطعت عليها كلشي، حرطت عليها يماها وحرطت عليها خواتها وحرطت عليها كلشي. علاش داك المراه وهي ماشي هي، هو بنا قال ما خصوش يديها، وهادي اللصقه هادي عباد الله كيلصقوا هادو. واش العيل غيتزوج بالدراع؟ ما بغاش، حر في راسها. ويلي وبنتك ما كاين حتى واحد شافها تما. قالت لها خيرنا يدي غيرنا. انا ما فهمتش هاد خيرنا يدي غيرنا. هو السيد قال لي يماه، قال للوالده انا ما كنفكرش في الزواج، واش يماه غتعمل له الحبل وتردي على عنقه باش يتزوج بنتك؟ انا ما فهمتش هادشي. هذا دابا ملي رجعت من هولندا كتقول المراه كتحس باليدين ديالها مطيحين، عنقها ما كتقدرش تلويه، الحاله ديالها كيجيها داكشي بالليل كتنوض كتجري من الكامه، السحور طايحين عليها. صافي غينتقموا منا. قلت لها صافي محال واش تكون منك في قلبي، ما نقدرش نقولها. لا انا بس غير كنت شفت شلط حتى الزواج. هي دابا بنتها قالت لك كتعاود لي، قالت لك غدور، ما بغات تقرا لا ما بغات، دابا خصها المد لصقه. ايوا علاش هادي اختك مسكينه تعلم لها هاد الكوليرا، تشبر اختك، اختك دمرت في هولندا شحال ورباتهم وكبراتهم، باغيه تشوف ولادها مرتاحين. سينا بنتك تشوف المد لصقه اختي ديالي، ولا ديها لماريوكا، ولا تشوف فين دعملها. وانا ما عمري شفت الزواج بالدراع، والزواج من العائله الخوت يقدر الاولاد يجيو بالاعاقه ولا ذوي الاحتياجات الامراض يكون عندهم نفس الجينات. هما ما على بالهمش في هذا الشيء هذا، هما خصهم غير ارى فين لصقوا السلام. ويلا قلت لهم لا صافي كينوضوا لك بالسحور، كينوضوا لك بالسحور زعما صحه الناس ما غادي تعيش صحه. هذه انا هذا الشيء نفهم ديالي اللي فهمت من هاد الناس هادو. قالت لك ولادها صافي حلفوا بدين وما باقيين يرجعوا للبلاد، خافوا خربوا. قالت لك واحد عاد كان في كندا وجا الكبير، والصغير مشى لتركيا وجا، قال لك حرام الا واقي عاد يدور نجي هاد البلاد. خافوا خافوا الناس خافت، لان هادشي لا يعقل هادشي. الحرف في العوائل بالدرع، عطينا بنتك عطينا ابنك عطينا بنتك، داك التقاليد القديمه اسيدي ابني انا ما جبتوش في الزنقه شايط.
بنتك الله يسهل لها، الله يجيب لها الف. انا بني تجي له غير وحده في الصيف هاد الناس، بارك عليا. اميره الحياه كتقول كاينه راني فيها، ماشي غير انت، هيدا هيدا العوائل وقع لهم هاد المصيبه هادي، الناس هاربه. اختي عطيني ابنك، وحنا ما عمرنا شفنا النساء كيخطبوا الرجال. اراه صحه يهضر مع العزري بعدا شوف كباغي، ماشي عيب الزواج انا بالنسبه، ولكن لا قال لك الولد انا ما باغيش اعطيه بالثقه، يعني لازم احترام يعني القرارات ديال الناس. صافي الله يخلف اختك، ما تدخلش في المشاكل اختك، علاش تعداو عليها وتنوضوا هيداك تحاربوها كاملين بيكم؟ علاش زعما بالدرع هو العيل ما بغاش، هو العيل اللي غيعيش معاه ماشي اختك، وهولندا ماشي اختك. عمل لها الفيزا وصيفط طلع من هولندا، دور تشوف شي هولندي ولا تشوف شي سورينامس ولا تشوف شي كارثه تما، ما بالك هذاك العايل. انا ما فهمتش كيفاش كيفكروا هاد البشر هادو، كيفاش كيفكروا خصهم غير سهله. ايوا بنتك كتشعر بالبلاستيك وهاد الضفرين ديال البلاستيك وهاد الشفرين ديال البلاستيك وباقا ما جبرت والو، ها وهي كتبقى ماشيه في الفيسبوك وفي اليوتيوب وفي الزمر وفي الانستغرام، باقا ما ظهر لها حتى واحد شي قام ودبروا وتزيد علينا عطينا ابتساع. نبا خديجه قلت لها بنت الغزاله هذا راه مشكل، والعوائل كيعانيو منه، خصوصا العوائل اللي كيقولوا لا فهما كيقوموا يعني بالمشادات فيما بينهم، كيقوموا بالمشادات فيما بينهم رغم ان الام ولا الاب العوائل ما كيكونش عندهم السلطه على ولادهم. الناس خصها تعرف هنا في اوروبا الولد عنده القرار ديالو. انا ما يمكنليش نقول لابني يوسف تزوج بهذه ولا بهذه، ما يمكنليش اولا نفرض عليه، خصوصا هذا الجلد 2000 هنايا كيحكم راسه براسه، ممنوع منعا كليا. فهمتي لاله راقوشه اللي بقى مقلوبه على بطنك كوب على راسك سطال الماء وتقعد، فهمتي ممنوع منعا كليا. انا نقول ولدي تزوج بهذه، هو عنده حسن الاختيار وهو قادر على اتخاذ القرار ديالو في الزواج. هذا الجيل هذا غنسى الحبيبه ديالي بلا ما تقولي لا عطيني ابنك ولا عطيني رجلك في الطينه. والزواج خصو يكون عن رضا، ماشي حنا باش نزوجو هنا نعملو داكشي جر هذا من عند هذا، حنا ماشي الغنم، ثقافة ديال الغنم هذه كنسميها أنا، حنا ماشي الغنم. الولد خصو يكون باغي البنت والبنت باغية الولد، على الأقل هذا من أقل من يعني أول الشروط والأساس يعني اللي باش ندور حنا هاد العلاقة. كيفاش حنا داخلين واحد العلاقة وباقي ما كانش الرضا لكلا الطرفين، فين غادي نديوها؟ حاولوا يعملوا بارتاج الله يخليكم. نعم الزواج خصو يكون على رضا والاتفاق ديال الطرفين انهم راضين على بعضهم، ماشي ان الوالدين كيدخلوا كيبداو يفرضوا على الوالدين. الدور ديالهم هي حسن التربيه، اللي حنا ما عندناش حسن التربيه وعندنا هنايا ما كاين غضغط، حنا ما كنربيوش ولادنا، حنا كنعرفوا غنعطيو الاوامر افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، ولكن لا نربي اولادنا على الطريق السليم وعلى التربيه الصحيحه. حنا التضحيه وكيفاش نعلموهم كيفاش يسلكوا من المصاعب والمتاعب ديال الحياه، هذاك الشيء حنا ما عندناش، حنا عندنا نضغطوا على اولادنا ونتكيو عليهم وانت اعمل هذه ما تعملش هذه، دي هذه دي هذا، ماشي الغلم باش شي جرشي. شباب خصو يختار وخصو يكون راضي على بعضياته، يعني الشاب تبغي الشابه تبغي الشاب والشاب يبغي، هذه بعدا من هذه بعدا من الاساسيات. كيفاش غادي يدخلوا هاد الناس يعيشوا مع بعضهم وحنا والديهم جايبينهم بعضهم عن قصبا، وهي بنتك انت عندها 10 في التليفون وابنك ربما عنده 16 في التليفون، ايوا كيفاش غنجيبوا نلاقيو حنا هاد الجوج وربما هما من داك 16 من داك واحد باغيين، هو باغي وحده من داك 16 وهي باغيه واحد من داك 10. الناس خصها تنتبه لهاد النقط هادو، خصنا نربي ولادنا، خصنا ننصحوهم الطريق اللي هي غادي تسلكهم ماشي الطريق اللي غادي ترزيهم في الاخر. والضغوطات على الاولاد خصوصا حنا باغيين ننقدوا ولادنا على ثمن ظهورات واحد اخر، لا يعقل. انا اختي مثلا في هولندا ولا في تايوان ولا في نيوزيلاند لا يمكن انا نتكي عليها، باقي نقول لها دبر لي الكونترا، تشوف لي شي خدمه، كيفاش نعمل فيزا، دعاوني ايه، ولكن هذا الزواج نخصب لا بنايا انا باش نكون انا نصل ببنتي، هادشي اللي كيقبله الله ولا النبي، هذا الانتحار هذا، سمحولي هذا الانتحار كنسميه انا. انا ميمكنش نعطي بنتي انا اولا غادي نعطي ابني نضغط عليه
وهو ما بغيش، ما بغاش الله يخلف له شحال البركه. وزيد هو عنده عينه، هو ماشي ما كيشوفش، مكفوف. اذا هادو من بين الاشياء اللي الناس صدروا الدباله في العوائل، لان تظن مشادات داخل العوائل على هاد الزواج، هاد الطريقه هاد الزواج، هاد النوع هاد الزواج، هادو ما كاين لا زوج ولا هم يحزنوا، لان السيده ماشي جيبه وغادي تجي، هي عندها عالم ديالها خاص، العالم ديال الانترنت والعالم ديال هذا، وثقافه اخرى، والولد عنده ثقافه، وماشي يبداو في المشاكل والصداعات والهرجات. ما حتىش نقول لكم كيفاش كيكملوا هنايا، هنا كاينه مشادات. راه جابوا ولاد ختهم، وجابوا ولاد عمتهم، وجابوا كتجيب بنت خاها، كتجيب جنبدا، وكتجيب هذا، هما هنايا عندي مشاكل، يعني طايحين عليا في التليفون كيعاودوا لي عجائب وغرائب. كتقول لي ملي كانت باقا في البلاد كانت عمتي عمتي عمتي، كتقول لي دابا ما بقات كتعيط لي حتى داك عمتي، ما كتجيبليش حتى حفايطي نشوفهم. يعني كاين مشاكل، لان هنا التربيه ما كايناش، التربيه ما كايناش، كل واحد خصو يشد يلزم الحدود ديالو. راه حنا الانسان، كنتي ام، كنتي زوجه، كنتي اخت، كنتي زوج، كنتي اب، كنتي عم، كنتي خال، كل واحد عنده الحدود ديالو خصو يلزمهم. المشكل هو حتى واحد ما قبط، ما شد المسؤوليه ديالو، شي راه من المسؤوليه ديالو على شي. هنا منين انا كنتخلى على مسؤوليتي وكرميها على حد اخر، حد اخر كيرميها على حد اخر، هنا كنجبروا فشوات ديال الفراغ. هذا عملو جيم لان عملنا البلوك بزاف. باغية جيم نطاق واسع لان الله غادي يهبط. بارك الله فيكم على الدعاء الجميل، شكرا. الان في هذا العصر هذا 2021 باقي البنات كيتزوجوا 15 يوم 20 يوم كيوقع نزاع صغير بين الزوج، كيخرج هو ولا كيهبط تحت العماره باش يكمي كارو، ولا كيمشي للقهوه، كيجي كيجبر الدار خوات، بنت مشات للدار ديال امها، جمعت المكياج ديالها وكولونيا ديالها وخلات تما الشريوطات، مشات للدار ديال امها، كيستنى دابا تجي، دابا تجي، وكاع بارد بالو للماريو. سي البنيتة عمرات الماليطة ديالها وزادت فحالها، باغية ترجع البنوتية ديالها، ندمانة. هاو ما عندي هنا، أقسم بالله العلي العظيم، ماشي واحدة ولا جوج، كنهضر على جوج، كنهضر على مئات. كتقول لي أنا ندمت، علاش هي كتقول أنا ندمت؟ أنا غادي نشرح للناس باش يفهموا، الناس خاصها تفهم. هاد البنت مسكينه هي كنشوفها انا ضحيه، كتقول لي انا ندمت، لان هي ما عرفاش بان الزواج وكانك كتخدم فواحد الشركه. ما معنى كنخدموا فواحد الشركه؟ واش حنا الشركه ملي كندخلوا نعملوا انترفيو، واش انا كندخل عطيني التوقيت ديال 8 الصباح، واش انا غنجي حتى 12 النهار؟ ما يمكنش، غيعملوا لي زليق. اي يلا من عند الباب غيزلقوني، كاينه ولا ما كايناش؟ المشكل هي كتقول لك ندمت، شنو عند بالها؟ هي عند بالها داك الراجل فيه المشاكل، او داك الراجل ما صلحش. لا حبيبتي، واخا تبدل هذاك وتخليه، غيجي واحد اخر نفس الشيء. الزواج راه مسؤوليه، الزواج راه تضحيه، الزواج خصك تنوض مع الصباح تفركل، الزواج ما يمكنلكش يا بنتي تبقى ناعسه حتى لوحده د النهار وجوج د النهار وثلاثه د النهار في الدار ديال يمك. يمك ما رباتكش، كي رباتك يمك تنايضك مع الفجر، يمك ما رباتكش، انا غنبدا نغوت عاود. دابا الا كنشوفك انا كتقول لي انت انا ندمت، كنقول لك كنقول لها فين يماك بنتي، عندك الام ولا يتيمه من الام؟ كتقول لي لا كاينه، كنقول هذه خصها الهراوه، هذه خصها الهراوه، ها هي فين، ها هو السبب فين هو، لان خصنا نمشيو للسبب. كنت في الدار ديما، كتقول لي انا كنت في الدار ديما كنوصل 12 حتى لوحده. اذا هاد الام الفاشله، هاد الام الفاشله هي اللي خرجت على هاد البنت. قيام كيكون عنده الساعه، كتنيض بنتي كتقول لها نوضي بنتي تحرك، تحركي ترزاقي، نوضي نوضي سكحي تحركي، لا باقي نوض، قلت لك نوض القيله شرقت على وزان، نوض جمع على المالطا ونوض. ملي انتوما كتخليهم في الديار ديالكم، اذا هما فعلا كيجيو للدار ديال الراجل، كيقول لهم عقلهم داك الراجل كيبان لهم بحال بولولو، كيبان لهم بولولو، يعني التربيه. واش انا كنعس تنجوج بين ضحى وعشيه غنبدا نوض انا مع السبعه الصباح؟ هذه
هذا الحماق كيضرب بالحجر ويقول لك لا انا ما باغي هادشي. الحماق كيضرب بالحجر. اذا هنا واحد النظام في الحياه حنا كيبدا الطفله كتبدا ملي كتبدا 3 سنين. والطفل منين 3 سنين خصك تبدا معاه بالخطوط الاساسيه وترسم له الشومان ديالو من 3 سنين. ماشي حتى البنت عندها 25 و 23 باش تزوج عاد صبر ما تصبر كطيحوا عليهم صبر ما تصبر كضحكوا عليهم ياك شنو تصبر؟ ما يمكنش نهضر معاها بالصبر لان هي ما كتفهمش ما معنى الصبر. واش انا كتجيب لي الطبسه ديال الماكله كل نهار حتى ليديها اذا كنعطيه وانا كنعمل غير يدي كنقطع الخبيزه وكنعمل هيدا ومرق ونسيت وناكل وكتجيع وكتضرب لي الطبسه لوديه وهذه 10 سنين 20 عام 23 عام ودابا تجي تدخلني نضر وتزوجني مع راجل نسحب لي غير الحبيات والرومانسيات ساعه استقصني نعمل هذه وهذه 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 لا ما يمكنش. نزيد لها حاجه اخرى لهاد البنت هذه كتدخل كتجري حبا وعشقا بان تصبحي حامل. الحامل الحبيبه ديالي هذه ديالك غترجع لك هنا سمعني يا الغزيوله ديالي سمعني يا الكسكوته يا الحبيبه هذه غترجع لك هنا. التغيير ديال الهرمونات المزاج ديالك غادي يتغير النفسيه ديالك ما غتبقاش هي هذيك راه واحد الحاله كتجوز منا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هما عاودوها لك شي كيقولوا لك اولاد معاه دايما تشبروا ايوا شبر شبر هانتي ما تشبر دابا شبر فهمتيني الغزاله ديالي ما كيهضرولكش على الحمل بانك غادي تقول صعوبات وغادي تقرفص وكذا والى غير ذلك وخصك يعني ترد بالك من الكش ديالك باش ما فيرجيتيغ وكذا وكذا وهذاكشي ما كيقول والك شي دهن الزيوت عند الحمل يعني من الشهر الثالث خصك تبدا دهن الزيوت باش اللحم ما تجبدلكش وتقطع لك والشكل ديالك راه غيتغير وخصك تحدي راسك والاكل خصو يكون هادشي كامل كتقول لك شبرو دغيا ولد معاه باتشبرو كارثه ولد باتشبرو وشبر هانتي نا باتشبر اه والله حتى على الله قايدة هايدا هما في الحبس كيقول لك نضرب عليك الحبس والله لا عطيتك ريال هايدا ايوا واش انا كنكذب هايدا ابناتي سمعوني اش كنقول لكم سمعوا الهضره الصحيحه سمعوا المعقول هضره الخاويه ما بقاتش ما واش دوك لكم شي اصلا فهمتوا هذيك يماك اللي كتقول لك شبروا ما تشبروا هذيك راه كتضحك عليك لان ما عرفاش هي كانت في واحد الزمان دات باباك هي شبراتو بيك انت وبختك وبعمك وبخاك وبخاك هذا كان زمان اخر ما كانش زمان ديال الانترنت كان عنده الانترنت ما يضربش معاها ضربه باباك لان شفت التربيه ديالك ها شوف النتيجه ديالك كيف نتينا الراس ديالك خاوي مين ما جا الخوا ديالك الخوا ديالك ما جا معني باك كارثه 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 في الارض هذا كتقول لك غير شبروا ما هضرتلكش على الحمل المراحل اللي غتقول 6 شهور الاولى و 3 شهور الثانيه و 3 شهور الثالثه والمعاناه وتقدر توصل حتى لولد في 7 شهور ولا تقدر توصل لولد بسيساريا يعني ما نوض ما هادشي كامل حرام كاين غير شبر ما تشبر شبر ما تشبرش غتشبر مع غتشبر الخلا اش تشبر بنادم كيتشبر على منا حنايا هنايا العبيد او حيوانات باش نتربطوا حنا بشر يعني هاد البنات الامهات خصهم تردوا بالكم لبناتكم لان هاد البنات ضحيه لان نحن السبب هاد البنات كيبقاو ما كيفهموش الحقيقه كيدخلوا البيت الزوجيه على الاقل خصهم يضبطوا في السلوك ديالهم ما كانش اللي يوعيهم الراجل كيكون مجبور علاش كينوض لان خصو باش يجي باش يخلص الضو والماسينو غيجرو عليه هو كينوض كيحرك الوحش واش كيمشي يخدم وهي ما عارفه شنو غادي تعمل هي كتقول لك انا ندمه انا تزوجت وانا ندمت هي كانت محمقه هذه واحد 6 شهور محمقه خصها غير تفيق تطلع في العمليه دابا كتقول لك دخل معاها الندم ايوا واش كان البارح من اليوم اذا هنا علاش هي ندمه لان هي عندها معلومات خاطئه في الراس ديالها على ان الزواج هو انها غادي تهرب من البيت اولا غتجبر اشياء احسن من البيت ديالهم فين كانت هذا راه خطا كبير هذا راه خطا كبير والى هنا المتزوجين يشهدوا شهاده حق ويقولوا يعني الانسان اللي كيتزوج كم من مصاعب كيدوز منهم وكم من مشاكل كيدوز منهم وكم من هذا كيدوز منهم خاص شويه الصبر خاص شويه ديال الحنكه خاص شويه ديال التمييز خاص شويه ديال الحكمه خاص شويه ديال الدعاء خاص شويه ديال الاستغفار ولكن هكذا يعني عبثا اجي ودخل وانك باش تقدر تصبر على داك الحجم التغيير لان كتجي يعني باش تدخل بوحدك في داك البيت غادي درانكرو باش تزيد به بوحدك راه ماشي سهله ملي كنتي في الدار يماك كانت كنعطيك اما غادي تعمل مضربات ولا غادي تشطب ولا غتجمع ولا ما كتعمل والو دابا خصك تعمل كلش خصك تعمل التسويق خصك تعمل الدار خصك تقابل الفاكتورات خصك هذا غيجيو الوليدات خصك دابا هما كيدخلوا الله يستر هاد البنات مساكن كيبقوا فيا كيدخلوا يتزوجوا
3 سنين 4 سنين كتجبر عملت 4 د العيال. او 4 في 4 سنين اجي مني حتى كبنتي. وهو القران الا انت مسلمه غنهضر معك في الاسلام ديالك كيقول لك حولين. انا نشرح لك ما معنى حولين بنتي. حولين بنتي ملي كتحمل وكتولد ملي كتضع داك الطفل خاصك تبقى حولين عامين بالرضاعه بدون حمل عاد تقدر تحمل. ما معنى هذا؟ الطفل الثاني خصو يجي يكون هذاك الاولي عنده 3 سنين وانت هنا واحد من مر واحده بنتي. شنو هاد المصيبه هذه؟ حتى الجسد ديالك باقي منضبط، حتى الجسد ديالك الهرمونات باقي ما رجعوا. في الاخر كتكونوا عندكم سرطان الرحم وسرطان الكلاوي وسرطان الفؤاد وسرطان الزمر وسرطان وهادشي ماشي خصو السرطان وصافي. نتوما عاملين بحال واكن بحال ماشين ما غاكدوروا الله يستر ما كتوقفوش. باغا هز ونزل هز ونزل. شنو هاد الفضيحه هادي؟ الامهات خصكم هادشي تهضروا مع ولادكم بالعلم وخصكم تثبتوهم وخصكم توعيوهم بان الحياه صعيبه. الحياه راه ماشي سهله. الحياه راه ماشي سهله. راه هاد البنات هادو راه ضاعوا. كاين بزاف البنات راه ضاعوا. وراه البنت ملي كتضيع صغيره راه كارثه. البنت ملي كتضيع صغيره راه كارثه صدقوني. راه الا ما كنتش عندك شخصيه قويه وان عندك رصيد من العلم وعندك شواهد من تحت منك وعندك تجارب في الحياه هزك المفاتيح. او الله غادي تعاني الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ما تقول لي لا راجل ولا حتى الراجل ما كيجبر مرة طريحه راه ما يوقفش جنبك يوقف ضده. غتكون محطه الاستغلال. ايه غتكون محطه الاستغلال. اما باش تكون محطه الاهتمام ومحطه للحب والاطمئنان لا حاشا ما يمكنش. الطاقه الايجابيه كتمشي مع الايجابي والسلبي كيمشي كلشي الشيء كيفتش على شيء. الفلوس كيجيبوا الفلوس الزلط كيجيب الزلط صافي هادشي اللي كاين. الا نتوما باقيين كتفكروا داك التفكير بان لا صافي غادي تكمل مع هذا وغايجي واحد قمقيم عنده الفلوس وعنده الوراق عنده الريح ماشي عنده الفلوس. الحقيقه هي هذه. الحقيقه مره الانسان خصو يعرف الحق فين داخل وفين حط رجله. صافي البنات خصهم يعرفوا الموضه كما كنقول انا الموضه ما كاينش شي واحد ما كتعجبوش الموضه عندهم يغلطوا. هاد الشباب هادو دابا اليوم كلشي عاش الموضه. وإلا بغاو يعرفوا واش الناس عاشت الموضه الان رجعوا كيخرجوا الصباب ديال الثمانينات رجعنا للموضه ديال الستينات رجعنا يعني الموضه كتعاود والاجيال كرجعوا للاجيال القديمه اللي كانوا كيلبسوهم هما. فما يقول لكم شي عقلكم هذا الجيل هذا بوحدو كيعرف صراو المقطعين وصراو المهبطين وكلشي عرفناه. غير وكان كانت واحد المسؤوليه كنا كنعرفوا شويش خصنا نخليو المسؤوليه معنا ولو غير 50% ولكن نضربوا حنا المسؤوليه كامله نضربوها في الزيرو وباغيين نبنيو واحد المؤسسه صغيره فراه ما غتبناش هذه المؤسسه لان ما يمكنش غادي نبنيو بالفراغ. عندنا كلشي فراغ ما يمكنش. ما معنى الزواج؟ الزواج هو طرفين كيتكون من جوج الاعضاء الرجل والمراه. الا كانت المراه صافي ماش تعطي حتى شي حاجه والراجل واخا يجيب والعكس بالعكس صحيح. الى هاد المراه مثلا حنا طحنا في المراه من بعد غنعمل واحد الموضوع على هذا ان المراه هي اللي غتخدم وغتجيب غادي تعيا في الاخر غتقول له صافي في الضيله. يمكنش هذا يعني يعني بديهي يعني واخا يكون الانسان ما عمرو شاف خصو غير يفتح عينو يشوف المجتمعات. اذا تحيه لكم عاطره ان شاء الله دمتم في رعايه الله والى الغد ان شاء الله بارك الله فيكم.